ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم في موضوع مهم، جات لنا اسئله كتير عليه. ايه هي الاسباب اللي بتخلي الاطفال او اي حد يتنمر بابني؟ اسباب المؤديه للتنمر، ليه دايما الطفل بيتعرض لتنمر بشكل مستمر؟ اول حاجه ان في بعض الاباء والامهات بيبقوا بعاد عن اولادهم، يعني بابا او ماما بيبقى بعيد عن ابنه، فابنه يجي عايز يتكلم معاه مش عارف، يقول له ان في حد بيتريق عليا، في حد بيسخر من شكلي، في حد بيهني. يبقى اول سبب من ضمن اسباب اللي بتؤدي ان الطفل يتعرض لتنمر، اول حاجه بعد بعض الاباء والامهات عن اولادهم، تمام؟ تاني حاجة عدم إحساس الطفل بالأمان، هو مش مطمن والاستقرار العاطفي. يبقى تاني حاجة عدم إحساس الطفل بالأمان والاستقرار العاطفي، الطفل مش مطمن دايما خايف، فبالتالي أي كلمة هتأثر فيه لأنه مش مستقر نفسيا. تالت سبب اسلوب التربيه الغلط، التربيه اللي قايمه على التهزيق والتوبيخ والشتيمه والضرب، وان انا دايما اتريق لو جاب درجه، لو نقص درجه اتريق عليه، وان هو لو عمل اي غلطه حتى لو حاجه بسيطه اتريق عليه. دي اسلوب التربيه الغلط مع اولادنا بيخلي فكره ان هم يتعرضوا للتنمر حاجه عاديه بالنسبه لهم. انا بابا وماما اللي هم اقرب حد ليا المفروض بيتريقوا عليا، فعادي بقى اي حد يتريق، تمام؟ كمان انه ممكن يكون في الاطفال اللي بتتنمر بيهم ان هم بيقلدوا بعض الالعاب اللي بيشوفوها على اليوتيوب او بيلعبوها على الموبايل، ان هم بيقلدوا بعض الحاجات اللي بيشوفوها في الالعاب او الافلام او الكرتون او كده، تمام؟ دي برضو من الاسباب اللي بتؤدي الى التنمر. كمان من ضمن الاسباب وجود شخص متنمر جوه الاسره، يعني مثلا بابا متنمر بيتريق على اي حد، مامته بتتنمر او بتتريق على اي حد، خاله او خالته او عمه او عمته او جده او تيتا، اي حد في العيله بيحاول يتريق قدامه او يتنمر باي حد، فده بالنسبه له قدوه او نموذج بيحتذى به فبيقلده، تمام؟ كمان من ضمن الاسباب ان اوقات كتير جدا غياب التوجيهات السلوكية. يعني ايه غياب التوجيهات السلوكية؟ يعني مثلا ممكن يكونوا الاتنين اخوات بيلعبوا مع بعض، وفجأة واحد فيهم اتريق على التاني، وماما قاعدة او بابا قاعد محدش اتكلم، بالعكس ده ممكن نضحك للطفل ونهزر معاه على اخوه اكتر، تمام؟ وكل الحاجات دي بتستقر في نفسية الطفل وبتضايقه وبتتعبه بعد كده، ونبدأ يظهر عنده سلوكيات كتير غلط، ونبدأ نقول هو بقى ماله، هو ما كانش كده، عمره ما كان بالطريقة دي. دي الأسباب المؤدية للتنمر، نحاول ان احنا نحد منها لو في اي حاجة منها عند ولادنا او بنشوفها مع ولادنا، ونحاول ياريت دي نقطة مهمة جدا نقرب لولادنا اكتر عشان يتكلموا في كل حاجة مضايقاهم، تمام؟ نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.